تحية لجميع الأوفياء ديال ميد راديو. غدا إن شاء الله غادي نواصلوا الحديث مع الأستاذ محمد أحليمي، متخصص في التغذية الصحية والحمية العلاجية، على الجانب الغذائي أو التغذية اللي كتكون مهمة بزاف لجميع التلاميذ والطلبة خلال المرحلة أو الفترة ديال المراجعة أو الاختبارات والامتحانات، لأنه تنعرفوا عادة ما في هذه الفترة ما كتكونش عندهم الشهية، تيكونوا تيعانيوا من بزاف ديال العلامات وديال الأعراض بحال الآلام على مستوى المعدة. كاين طلبة اللي تيكون عندهم المشكل ديال الغثيان أو ديال القيء، زائد داك الصداع ديال الرأس، الضبابة في العين بعض المرات، يعني أمور كثيرة اللي كيكونوا كيعانيوا منها. فشنو هي التغذية اللي تقدر تعاونهم خلال هذه المرحلة هذه؟ هذا الشيء اللي غادي نواصل الحديث عليه في الحلقة ديال غدا كيف ما قلنا من برنامج صحة وسلامة على ميد راديو. كونوا معنا.